حبايبي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم الفيديو ديالي في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. المهم ليله جديده وفيديو جديد، كنتمنى انه يعجبكم، وكنتمنى الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم. لايكاتكم كتهمني وتعليقاتكم طبعا كتهمني اكثر. اليوم بغيت نوجد معكم قهوه بارده. بزاف الناس ما عندهمش ثقافة ديال القهوة باردة، وانا كنت من بين الناس اللي كنسمع قهوة باردة كنقول لا طبعا، يعني قهوة هي سخونة، الا ما كانتش قهوة سخونة بحال الا ما كاين والو. ولكن الصراحة مني جربتها عجبتني، وخصوصا ملي كيكون الحال سخون وكتبغي في نفس الوقت قهوة ولكن كتبغي شي حاجة باردة بحال عصير، بحال يعني كتضربوا بعصفورين بحجر واحد، يعني قهوة وباردة. وهذاك الشيء علاش بغيت نشارك معكم القهوه ديال اليوم. طريقه سهله وبالزربه كتوجد، وان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. غير خليكم معايا ما تمشيو فين، الفيديو ديالنا اليوم قصير طبعا ماشي طويل، اي ما بغيتش نغبر عليكم، قلت غادي نجربها معكم. اول حاجه كنديروها كيكون عندي غنوجد القهوه، اي قهوه سريعه الذوبان ممكن ديروها، نسكافي او اي قهوه عندكم سريعه الذوبان ممكن انكم توجدوها بها. وعندي طبعا الثلج ضروري، عندي واحد السكر، واحد معلقه ولا جوج ديال السكر على حسب الحلاوه اللي كتبغيو، وعندي واحد جوج كيسان فاش نخوي. عندي هنايا الكريم، اي كريم عندكم اي نكهه كتعجبكم بامكانكم ديروها. وطبعا عندي الحليب، وعندي واحد الخلاط كهربائي اللي غادي نخلط به هاد القهوه، وعندي واحد المول. شنو خاص اللي خاصني طبعا هو الماء. اول حاجه غنديرها غناخذ واحد جوج معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان، غنديرها في واحد القدر كيف ما كتشوفوا. ممكن نهبط لكم الكاميرا شويه. اوكي هنا درت واحد جوج معالق القهوه هنايا، وغنزيد عليهم شويه ديال الماء ماشي بزاف، غير حدها تزق واحد شويه صافي. وغنزيد عليها واحد شويه ديال السكر، عندي هنا واحد معلقه ونص ديال السكر. غنقبطها وغادا نخلطها بالخلاط مزيان حتى دير واحد الرغوه ديالها. هنا غادي نبقى نخلطها، المهم كنبقى نخلطها. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو القهوه كيفاش ولات عندي، القهوه مع داك السكر مع داك شويه الماء هكا ولات عندي، ولات عندي بحال على شكل رغوه ولكن قاصحه. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ واحد الكيسان، سوري انا شاده التليفون بيديا. وكيف ما كتشوفوا هذه هي القهوه اللي وجدت معكم، غادي نفرقها على جوج ديال الكيسان. تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، تقدروا ديروا ولا بغيتوا كيسان صغار تفرقوها غير على جوج على ثلاثه الكيسان. المهم انا غادي نديرها على جوج كيسان. كتجي زوينه كتجي بنينه، وخصوصا دابا مع رمضان مع مور الفطور كيبغي بنادم يسهر واحد شويه، كيبغي شي حاجه بارده مع شي حاجه كتسهر، يعني هذه هي هذا هو الحل، هذا هو الحل لعشاق القهوه في رمضان. المهم درتهم في كيسان هنايا. غادي ناخذ الحليب، واحد شويه الحليب تنقرب نعمر الكاس. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت داك الخليط اللي درت ودرت فوق منه الحليب، وغندير فوق منه الكريم، ولكن حتى ندير واحد شويه ديال الثلج. وهنا غادي نزيد فوق منه شويه الكريم. غادي نحركها مزيان. وغادي نخلطو غير بشويه بشويه. وهذه هي القهوه اللي وجدت معكم، نوريكم الرغوه ديالها كيفاش دايره
صراحة كتجي زوينة، خصوصا ملي كيكون الحال سخون كتجي الصراحة واعرة. يعني غير جربوها ما غاديش تندموا ان شاء الله. زوينة بنينة بنينة. المهم غير جربوها ما غاديش تندموا. شان نقول لكم الفيديو ديال اليوم غادي سالي، كيف ما قلت لكم هو فيديو قصير. كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انه يكون خفيف عليكم، وكنتمنى القهوه ديالنا حتى هي تكون عجباتكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك، واللي باقي ما اشترك في القناه كنتمنى انكم تشاركوا في القناه ودعمونا بلايكاتكم وتعليقاتكم وتشجيعكم، وشكرا لكم مره اخرى. وسوري كنغبر عليكم شويه في هذا رمضان طبعا، لانكم كتعرفوا ان رمضان وقت ضيق بزاف. ما كنقدرش ندير فيديو كل نهار، يعني ما كل 3 ايام ولا هذه، الوقت ضيق بزاف. يعني ان شاء الله يخرج رمضان ونكون معاكم ان شاء الله مايبي كل نهار فيديو، علاش لا. ودابا حباتي بلاتي واحد دقيقه، فعلا زوينه 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 زوينه. شو بكم نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساونيش بلايكاتكم. باي باي.